كل شيء وهمي. أنا أخطر من اللي شفته في حياتي هو هذا. ما يمكنش السلطات الأردنية تعطي الإذن، هي اللي تعطيهم الإذن باش الدفن ديالها في تلات سيدي بالنار. ما يمكنش تجيب صندوق، حنا ما عرفناش الصندوق اش فيه، واش قهوي، واش فيه سلاح، ولا فيه مخدرات، ولا ما عرفناش اش كاين. اللي فهمته أستاذة هو الأردن ياك؟ الأردن كانت تدفن عندنا في المغرب في تلات سيدي بالنار المغاربة. ما يمكن، هي هذه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة الجديدة مع الأخت عفاف ومعي الأستاذة زين محامية بهيئة الدار البيضاء في موضوع القمة في الغرابة، شيئا ما يتشابه أو يتقارب إذا صح التعبير مع قصة تهامي بناني. إنما هذا الملف فيه المختفية أسماء، أسماء شابة طموح اللي هي الأخت ديالها، تزوجات بأردني كتعيش في بلجيكا مؤخرا، بالضبط في 2019 كتجيهم رسالة أختكم توفات في حادثة كثرة الصدمة. قال لهم بأن الأمبيلونس في المطار الدار البيضاء غادي تجيب الجوتة، تيجي عندهم شخص تيقول لهم أنا الجوتة هي في سيارة الإسعاف وغادي نمشي ديال الدفن. ما شافوا جوتة طريقة باش الدفنات إلا كانت بالصح نيت هي أسماء بدون حضور السلطات، كيفاش؟ تبعوا معايا. اختي انت اخت ديال اسماء اللي ما فهمتوش القصه ديالها، عتعاودي لي القصه ديالها من الاول، كيفاش تزوجات، تعرفت بهذا الشخص، ولات مع وليدات حتى لديك الصدمه ديال 2019 سياره اسعاف شخص اللي هو مسؤول عليها تيقول لكم راه غندفن، ما فهمتوش كيفاش جاتك، شنو اللي وقع؟ عاودي معايا من الاول. السلام عليكم، انا عفاف اخت ديال اسماء اللي حاليا كنعدوها مختفيه. اختي مزوجه بواحد الاردني كتعيش معاه في بلجيكا، عندها معاه ثلاثه الوليدات، جوج بنيات وليد. في 2019 قال لي غادي نمشيو ندوزو عيد الاضحى في الاردن، مشات معاه. من بعد اسبوع تيتصلوا بينا الناس في الليل تيقول لنا ان اختكم راه في ذمه الله هي والطفل امير، وصافي وتقطع الاتصال. في الصباح تيتصل بينا هو تيقولنا ان اسماء وامير توفاو. واخا تبقاي معايا في الناس، قلتي لي الناس، شكون هما الناس اللي اتصلوا بك؟ واحد خوه يمكن، وولد خوه وبنت خوه كيهضروا معنا في الميسانجر. عزونا وصافي هكا، حنا امنا بالقضاء والقدر، بكينا يعني كما كاع الناس كيسمعوا هذا الخبر، تصدمنا بكينا، تسنينا ان الجثه تجي، حتى كتصل بينا واحد السيد تيقولنا بان الجثه غادي توصل مثلا غدا، شي واحد يجي يوقف حدا المطار باش يوريوني الطريق اللي غنديها فيها. فعلا مشاو شي ناس من العائله، ولكن حتى شي واحد ما دخل، حتى شي واحد ما سين على شي ورقه ولا دلب شي وثيقه، حتى خرج لهم صندوق. ومنين جابوا لنا حدا الدار قالنا عندي تعليمات انني ندي هذا الصندوق حدا المقبره. صافي وصلوا الصندوق تدفن، وما شرفوا عليه لا جندرم في الطريق، ما داه لا العماله لا حتى شي بلاصه، يعني غير من المطار ديريكت للمقبره. هنا غادي نقرب معاك انا في الموضوع باش تعاونيني في الاسئله. هذوك الناس اللي قلتي اتصلوا بك اللي من عائله الزوج، وفين كيعيشوا هما؟ كيعيشوا في الاردن. من بعد كيتصلوا بكم هو تيقول لكم الدفن، تيقول لكم راه غادي نصيفطوا لكم باش تدفنوها. جو حدا المطار، هو تكلف بالمصاريف كيفاش؟ هو في الاول ما كانش بغى يرسلها لنا، قلنا ان الولد من حقي ندفنه في بلادي باش نبقى نزورو. قلنا ماشي مشكل هو يدفن ولده وحنا ندفنو بنتنا. طالبنا بمبلغ ديال 7000 اورو، قلنا تصيفطوها ليا باش نرسلها ليكم. قلنا ماشي مشكل غير صيفطها لنا. ولكن من بعد منين بداو تيتصلوا بيه الناس وقالوا لي حشومه هادشي اللي تدير، خلص عليها، خلص عليها في شركه خاصه للنقل. هما الناس اللي اتصلوا، ناس من العائله ديالنا. لا باش الراي العام يستوعب معنا، ما تهضريش معايا عام. ملي كتقولي لي الناس، حنا ما عرفناش شكون الناس، واش من عائلته ولا من عائلتكم نتوما. ساعديني، انا عارفك متوتره وعارف الملف وعارف امور اخرى غنشوفها مع الاستاذه وعندي معطيات اخرين، ولكن هي في الصوره باش الراي العام يستوعب معنا. قربي معايا، الا كان الناس حددي لي واش من عائلته ولا من عائلتكم. يلا اتصلوا بيه الناس من العائله ديالنا، حتى هما كيعيشوا في بلجيكا،
وطلبوا منه انه ان هي عندها أسيرونس يدوزوها على طريق بلجيكا وتجي للمغرب، يعني ما غاديش يكلف راسه في شي حاجه. هو رفض وخلص عليها وصيفطها ديريكت للمغرب باش ما تدوش لبلجيكا. يعني هي عندها التامين ديالها، عندها لاسيرونس دو في، يعني عندها اي حاجه كيديرها اي مواطن عايش في اوروبا. خلص عليها هو واحد المبلغ وصيفطها في شركه النقل الخاص. هنا قال لكم راه حنا صيفطناها في الطياره للدفن، غادي تعاودي معايا داك المطار شنو وقع فيه كيفاش؟ واش شكون اللي دخل المطار؟ واش شفتوا شي مسؤول؟ واش عطوكم شي محضر؟ واش الجوتا الصندوق شفتوه ومن بعد كاين طبيب مثلا اللي غادي يحدد لكم تشوفوا، ولا حتى حاجه ما شفتوها؟ شرحي لي شنو اللي شفتي ولا ما شفتيش، وشكون اللي مشى للمطار؟ اتصل ارسل لينا ورقه بعدا غير في الواتساب ان الحموله فيها 100 كيلو واش من المطار غادي تدوز منه والوقت، يعني شي واحد غادي يمشي تماك باش يتسلم الجثة. مشى الزوج ديالي والوالد وخويا وراجل اختي، ومشاو الناس من الاقارب ديالنا، ولكن حتى شي واحد ما دخل المطار، حتى شي حد ما دلا بالبطاقه التعريف ولا الحاله المدنيه ولا مطلبوا منهم حتى شي حاجه، حتى سينياتور، حتى شي حد ما وقع ليهم. كلشي تكلف به لومبيلونسي، حتى خرج ليهم شاريو في صندوق مشمع. والزوج اتصل بالوالده ديالي قال لها ما تقدروش تشوفوا داك الصندوق لانه مشمع وغادي نتعاقبوا عليه الا تحليتوا، لان مشمعين والسلطات ما عندكمش حق تشوفوه. شكون اللي غادي يعاقبنا؟ الاردن؟ لا، السلطات المغربيه. يعني هو السلطات المغربيه شكون اللي تواصل معكم في المطار؟ حتى شي واحد ما تواصل معنا في المطار، حتى شي حد. الا هو متواصل مع شي واحد حنا ما عارفينش شكون. واخا غادي تعاودي لي هاد لومبيلونسيه اش دار؟ شكون هو هاد لومبيلونسيه؟ هاد لومبيلونسي يمكن تابع للشركه اللي خلصها هو باش تجيب هذاك الصندوق. هما مكلفين بكل شيء، يعني من خرجها يمكن من المطار ولا المهم خرجها في شاريو دارها في لومبيلونس، جابها في الطريق وقف حدا الدار ديالنا، قلنا لي غير ندخلوا هذاك الصندوق للدار نقدروا نشوفوه. قال لك عندي تعليمات ان هاد الصندوق ما يتحط من لومبيلونس الا في المقبره. قبل ما نمشي معاك للكماله ديال المقبره، هذوك الناس اللي ذكرتيهم ليا دابا، الزوج ديالك والاب والاخ، هاد الناس ما سولوش في المطار؟ قالوا عطونا شي ورقه نفهموا. ما جاكم اومبيلونسي شخص قال لكم ها هو الصندوق يلا ومعايا بالضبط لهنا النواحي الجديده، ياك سميت البلاصه بالضبط؟ مقبره سيدي بولكوان، جماعه ولاد سيدي بوحيه. شنو تابع؟ سيدي بالنور. واخا سيدي بالنور النواحي الجديده. هنا ملي وصلتوا لهذا السؤال الاول خصك تجاوبيني عليه بعدا، هاد الناس ما دخلوش للمطار سولوا؟ ما دوا معاهم حتى شي مسؤول؟ حتى شي مسؤول، حتى شي حد ما استدعاهم، لان لومبيلونسي تكلف بكل شيء وخرج هما غير وقفوا تلقاوه جايب الشارع. فين بالضبط؟ واش امام الباب ديال المطار ولا بعيد على المطار؟ لا بعيد على المطار، هما كيقولوا ستوك ديال فيه صنادق ديال الموتى وفيه سلعه. هادشي اللي شافوا دابا غتعاودي لي هنا ملي جاو للدفن ما كاين قيد، ما كاين مقدم، ما دار تقرير، ما كاين والو، لا طبيب لا حتى حاجه، اجي حط الصندوق صافي. كان حاضر المقدم حيت هو قريب من العائله، كان حاضر مع الناس في الدفن، منهم الناس اللي جايين يعزيو، ولكن القايد ولا غيره ولا رخصه ديال الدفن ولا اي حاجه ما خديناهاش، وحتى شي حد ما حضر، حتى شي حد ما شرف على داك الصندوق من لومبيلونس كما قلت لك تحط في القبر. يعني نتوما حنا كتعرفي الدفن عندنا في المغرب ملي كيكون شي شخص ذكر ولا انثى توفى الله يرحمه، تيوصلوا للعائله كيشوفوه هو الاول للاطمئنان بان راه هو عاد كيمشي للدفن. هذه العمليه حنا ما دازتش، ما حلوش لكم نتوما الصندوق؟ تشوف ما صندوق مشمع فيه اللي كاشي حمرين هكا مشمعين، وهو كله عود، يعني ما فيهش كيفاش تحلو ولا تشوفو. وقت لك لومبيلونسي ما خلاناش، ما عطاناش فرصه باش غير نهبطوا الصندوق ندخلوه للدار، ما عطاناش حتى شي فرصه. يعني كيف جا وقف حدا الدار جوج دقائق صافي مشى للمقبره، ما عطاناش حتى شي فرصه. هادشي نهار المقبره اش من تاريخ؟ 22 شهر 8 2019. نتوما ما حاولتوش تمشيو عند هذا المقدم ولا عند هذا القيد وتستفسروه وتقولوا ليه ما راه هادشي راه ما شفناش الجوتا باش توي ديال الاجراءات؟ لا حنا بحكم الصدمه وان الزوج كان كيقول لينا انها تشخشخت كامله رجعناها غير في كيس بلاستيكي وراسها مقسوم على جوج وهكا، يعني ما خلاناش حتى نستعدوا نشوفوا جوتا كلها مدقدقه، ما قدرناش، يعني ما زعمناش حنا نشوفوها دابا هنا عطيتيني الموضوع ياك، انا غنمشي معاك للاسئله اللي كتشوفيها انت غريبه.
انت عطاكم وثائق وعطاكم صور، هذاك الكلام اللي قلتي لي دي دابا ديال هذا الجو تم دقدقاع ياك، واش هي التصويره اللي عطاكم؟ لا، هذيك الصوره من جات من تليفونه، يمكن عن طريق الخطا يعني، ما ماشي بدقدقة، وجه فيه ضربه. كيفاش جات عن طريق الخطا؟ ما فهمتش. كان كيصيفط هذوك التصاور اللي قلت لك ديال المطار، ان هاد الحموله شحال فيها وقتاش غتوصل، وجات معاهم هذيك التصويره عن طريق الخطا. وديك التصويره كيفاش دايره؟ وجه مضروب كيشبه شويه لختي، فيه واحد الخياطه بعدها عشوائيه ماشي ديال شي طبيب كيعرف يخيط، وجهها فيه الحنه، معمر هذاك الوجه بالحنه. هادي العلامة الأولى اللي ما فهمتهاش، عطيني كاع التناقضات اللي كتشوفهم انت باش تمشي عند الأستاذة نشوف مع الإطار القانوني في مثل هاد الملفات. تناقضات أن هذاك الرابور ديال الحادث ما كاينش، هذاك الكوستا ولا كيفاش يصوروهم، كيفاش كانت الحادث، بحكم أنها ماشي بنت بلادهم، ماشي أردنية مغربية. تقرير الطب الشرعي ولا أسباب الوفاة ما كاين حتى شي حاجة، كاين مورو الجثمان ورقه الدفن اللي هي خاصها معطيه ليه في الاردن، خاصو يدفنها في الاردن. ما عرفناش كيفاش دوز هذاك الصندوق بهذوك الاوراق اللي ما عندهمش زعما علاقه بالسلطات المغربيه. ما هكا نقطه استفهام. يعني يعني نوعيه الوثائق اللي توصلتي بها انت، اللي توصلتوا بها نتوما، ما عندهاش علاقه بالوثائق ديال المغرب، كلشي ديال الاردن. كل شيء الوثائق فيهم هذاك ورقة السماح بالدفن وسميتو، كل شيء عطينا لي باش يدفن في الأردن ماشي في المغرب. ملي داز هاد العملية وعرف بأنكم تسلمتوا على حساب كلامه، ربطتوا به الاتصال، ربطت بكم الاتصال، شنو اللي وقع بيناتكم وشنو قال لكم؟ من بعد منين تأكد أننا دفنا، بعد أنه سخف بالفرحة يمكن سخف، ومن بعد اتصل بينا كيقول لنا شكون حلم بها ولا شنو شي حاجه، غير تاكد 100% انها دفنات، واننا ما عقناش يعني بدوك الاوراق، ما حيت حنا من اول الصدمه ما حتى شي واحد مركز في دوك الاوراق. خدات التليفون ديالها وبدات تتصل بالناس، يقول لهم قولوا لهم عطوني الورش ديال الاسماء، الا عندها شي فلوس في المغرب قولوا لهم ارسلوهم ليا. يعني مباشره من بعد الدفن بدات يطالبنا بالورش، بدات يساومنا بالبنات الا ما عطونيش ما غيشوفوش البنات. بقات يعيط الوالد ديالي كل صباح مع الفجر، تيقول ليه بنتك ماتت مقطوعه مقسومه، يعني بزاف الحوايج. باش كيقول لي هادشي؟ شرحي لي. كيقول هكا باش حنا ما نعاودوش نرجعوا لهذاك الصندوق. والله الحاج بنتك ما تستاهل تموت هكا، راسها تقطع، البومبيروس جبدوها رجليها مقطوعين، راسها مقطوع فيها حديده دخلت لها في صدرها قسمها. سولتي واش انت على ديك التصويره اللي قلتي دازت عنده بالخطا؟ سولاته الام ديالي، قالت لي كيفاش بنتي ديري لها الحنه، قال لي ديك الحنه كيديروها في السبيطار باش كيحبسوا بها الدم، وحق حتى كان داخلها شويه الزاج لوجهها. لكن السؤال اللي هو معقول، قلتي بانه الوثائق اللي نتوما بانه كيقول لك هي السيده ولات على شكل اشلاء، رجل بوحده، وفي التصويره السيده كاينه كامله، كاين غير وجهها. فالصوره كاين غير وجهها، يعني ما شفناش واش الجثه كامله ولا ماشي كامله. ما عندناش من غير هذيك الصوره اللي في النص ديالها الحنه وفيها شويه خياطه في الحاجب ديالها، صافي هذيك غير جات عن طريق الخطا. وحتى الولد ما عندنا عليه لا صوره لا وثيقه لا حتى شي حاجه كتدل على الوفاه ديالو. صافي قال الوالده ما تبقاوش تسولوا عليها لانها ماتت مقطوعه، رجليها راهم تقطعوا بجوج، والناس جمعوها اشلاء وساعتين، وهذوك البومبيروس كيجبدوا فيها من الطوموبيل. مع العلم ان السياره اللي كيصيف لنا انها ماتت فيها ماشي هي السياره اللي سافروا فيها في الطريق. يعني كاين غموض في الاختفاء ديال اختي. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه مجموعه من الاسئله الجوهريه في الموضوع، هي شيئا ما متضمره من الوضع، يعني كاين شيء محتر ارتباك، لانه اول مره غدوز في هذا الموضوع وتشرح، غادي نشوف الامور بدقه مع المحاميه. أستاذة زينب الغنية عن التعريف، تفضلي قولي لي، خلي آخر شيء هو الشق القانوني اللي أنت دابا متبعة الأمور باش تعرفي الجثة كيفاش. هذا الملف 2019 كيفاش ماتت السيدة؟ كيفاش شفتي أنت هذا الملف؟ أولا كنشكرك أستاذ يوسف، حنا أول ما جاو عندنا هاد العائلة ديال هاد السيدة أسماء اللي كانت كتعيش في الديار البلجيكية، وكانت تزوجات مع واحد السيد أردني اللي جابت معه
ثلاثة أطفال، جوج إناث وذكر. وفي 2019 إذا بهم تتفاجئوا بهذاك السيد كيتصل بهم كيقول لهم بأن الأخت ديالهم راه ماتت باغ أكسيدون أكسيدونتي. كاين هي في الواقع ملي لاحظنا ودرسنا الملف مزيان كاين بزاف الخروقات خطيرة اللي كتمس كاع السيادة ديال المغربية. لأن أولا هذا الملف ما يمكنش السلطات الأردنية اللي تعطي شهادة الدفن باش يدفنوها على أساس يدفنوها في ثلاث سيدي بالنهار. ما يمكنش على السلطات المغربيه هي اللي كتكلف بهذا الشيء. اول ما جات السيده اللي جابوها في الصندوق لكل شيء وهمي، على باب اخطر ملف اللي شفت في حياتي هو هذا اللي بانت لي في بان كاين شي عصابه اجراميه خطيره في هذا الملف. اولا لان هما تلموا الصندوق، قال لهم غنصط لكم الصندوق على اساس انها هي توفت بحادثه سير والابن ديالها اللي هو صغير بحادثه سير، مع العلم انهم هما كانوا هما العائله كلها في ديك السياره اللي صدتها اليوم اللي هي ماشي هي الاصليه، لان السياره ديالهم عارفينها. دابي مشى صور واحد السياره يمكن مشى سميتو في ديبانا البلاصه ديال سميتو صور المستودع ديال السيارات، لان شاف شي طوموبيله اكسيدونتي وبحال بقات تبدل ليها الماتريكول، بقات تصور فيها مره كيحيد من هذا من الماتريكول من هذه السياره كيديرها في سياره اخرى ماشي نفس السياره، كيشوف غير ذاك اللون وكيدير كل مره سياره. اذا هذا السيد على ما كيبان لنا بان عنده واحد الخروقات قانونيه حتى بالنسبه للجثه ما كنظنش بان، لان ما يمكنش يتسلم لومبيلونسي جثة شخصيا لان ما عندوش الصفه باش يتسلمها، لان ضروري خاص الاب ولا الام ولا شي واحد من العائله يدي الحاله المدنيه ويمشي يتوقع يوقع هو بانه تسلم جثة. فاذا بهذا لومبيلونسي تا هو فيه شكوك خطيره، لان ربما هذا الصندوق اللي هزوه وفيه عن طريق لان شهاده الدفن تعطات ليه اولا في الاردن، انهم كانوا سافروا من بلجيكا الاردن ديك الساعه قال لك في الاردن فاش وقعت حادثه السير، ولكن وقعت حادثه السير هو بدا كيبتزهم كيقول لي صفطوا لي 7 مليون الا انه ما تمكنش من الحصول عليه. دابا احد افراد العائله ديال هذه العائله اللي ما رضاش هي اللي تكلفت في الجثه، ولكن هما ما شافوش الوجه ديالها، ما شافوا والو. ما يمكنش السلطات الاردنيه تعطي الاذن هي اللي تعطيهم الاذن باش الدفن ديالها في ثلاث سيدي بالنور، ما يمكنش، لان لما تشي واحد دابا استاذه باش الراي العام يتبع معنا ملف متشعب. انا عندي فيه مجموعه من الاسئله غنمشي معك سؤال جواب باش الراي العام يستوعب معنا. غنبداك السؤال الاول، دابا هاد لومبيلونسي كان كاع تابع لشركه، وهذه الشركه مثلا والاردن هي عطات هذا نديرو حنا هذا الاحتمال وصيفطاتو عن طريق وثائق ديال الاردن. دور المؤسسات المغرب هاد الناس شافوهم في المطار مع لومبيلونسي سناو شي ورقه، الا كانت هاد الشركه اللي عندها الحق انه مثلا هي تجيب الجثه للعائله، هاد الناس وقعوا شي وثيقه لديك الشركه بانه تسلموا الجثه؟ جوابنا لا، ما يمكنش ان هذاك لومبيلونسي هو اللي قال له راه تسلمت، ما يمكنش حتى شي وثيقه، ما كانش ما يفيد بان هذه السيده دخلت نهائيا المغرب، لان ما تعلمتش السلطات. اول حاجه المطار خاصة ضروري يوقعوا، لان واحد الجثه دخلات خاصهم ضروري الاولياء ديالها يوقعوا، ما عندش الصفه ديال لومبيلونسي باش يدير هذا الباب. ثانيا جايه من عبر المملكه الاردنيه كيقولوا بان هو جاي شهاده الدفن اللي جاي بها باش يدفن على اساس في الاردن، كيقولوا خاصه تدفن في ثلاث سيدي بالنهار، يعني هذه الوثيقه السيد ديال الدفن مزوره. وهذا احنا على اساس هذا الشيء احنا درنا شكايه لوكيل العام الملك. الا سمحتي لي قبل نوصلوا للاجراءات وصلنا نجي لهم باش نبقى معك في هذه النقط. هنا نقولوا الاردن هي مطالبه انها تعطيك وثيقه ديال التسليم ديال الجثه، ماشي الدفن المغرب، لانه المغرب هو اللي غيدفن. كاينه اجراءات تقدر تخبر النيابه العامه، تقدر النيابه العامه العائله مثلا طالب بالتشريح او الثاني اللي هي المسؤوله على هذه الجثه، مجموعه من الاجراءات. هذه الاجراءات كلها ما كايناش، اومبيلونسي جاب هز الجثه داها حطها لهم تما في الصندوق قال لهم الله يعاون دفناها. الشركه لانهم هما ما داروا حتى شي اجراء قانوني اللي كيهم المغرب،
لومبيلونسي ما عرفناش اومبيلونسي ولا شي واحد من العصابه ما عارفينش، لان ما يمكنش تدمير في واحد الخرخات خطيره جدا اللي احنا خاصنا ضروري نوصلوا للحقيقه. ما عرفناش هذاك الصندوق اش فيه كاع ليومنا هذا، درجة ان العائله كلها تدمرات، كلهم الاب ديالها دابا باراليزي من نهار وقوع الحادث. هما كانوا ديك الساعه سارفين ما عرفوش ما سولوش، خاصهم يمشيو يعلموا سيد وكيل الملك باش يعطيهم الاذن ديال الدفن. ضروره هذه في المغرب، وخاص تموت في المغرب خاصك تمشي تاخذ شهاده الدفن، تمشي تعلم السلطات وكيل الملك تعلموا عاد يمشي القائد هذا باش الناس تسلموا ديك الجثه، وخاصهم ضروري يشوفوها لان ما عرفوش اش تسلموا. هادي جواب واضح وصدع. عندي سؤال كذلك، الاخت ديالها كتقول لك بلا المقدم جا عندنا، المقدم عاون السلطه، كتهز انت المعلومات كتنقلهم، هاد المعلومات قالها للقيد، القيد دوا معاهم ما جاش عندهم. ما تيقولوا على اساس المقدم جا عندهم، لا انا المقدم من الحومه راه جا بحال الناس اللي بحال يجي يعزي ولا ما ولكن راه مسؤول جا. ولكن هو خصو يخبر القيد، والقيد خصو يخبر الباشا، والباشا يخبر الاستعلامات العامه وصفو العام البوادي. هو علاش هذا الاساس؟ على هو علاش بنا هذا الميت هذا القضيه ديال الدفن في البلاصه ديال سيدي بنور؟ لانه عارف تما بان ديك المقبره عشوائيه، بان هما الناس في ديك المنطقه يقدروا يدفنوها. هذاك القايد ولا هذاك ما عندهمش دابا. بيني وبينك استاذه اللي سمحتي لي سؤال مهم جدا في الموضوع، هذا الاردني هو تيعرف سميت ديك الروضه؟ هو اردني وتعرف سميت الروضه عندنا احنا في المغرب في ثلاث سيدي بالنور. ما يمكنش لانه هو خطط هذا الشيء، لانه على اساس لان بزاف الخروقات خطيره اللي كيبين السيد بانه اما قتلها، لان قتلها هنا ما كيبانش حتى فين تقتلات، اما قتلها هي والابن ديالها. وشوف الدقه ديال هذا اللي كيبان لي نصب خطير اللي كيقول لك بانها هي ولدها، لان الذكر بغى يقتل بغى يدير من المفروض الطبيب الشرعي اللي عينها في الاردن خاصو ضروري يدير الدقه في الساعه ديال وفاه الام والساعه ديال وفاه واخا دقيقه وحده باش يعرفوا شكون اللي عنده الميراث، شكون اللي غادي يورث، واش الام اللي غتورث في الولد ولا الولد اللي غادي يورث في الام. اذا هو ما خاكك ما لان جا ان ماتوا دقه وحده كنلقاو قال يموتوا دقه وحده. انا بغيتك تمني معايا بعض الامور، شوف الوثائق كذلك حتى الاسم، كاين واحد الاسم تما مخالف هي عندها اسماء وزيدينا جوج الاسماء اخرى اللي ما عندهاش هي، ما عندهاش لا في جواز السفر ولا في بطاقه التعريف الوطنيه، ما عندهاش ديك السميه. كيفاش ما عندهاش السميه بخاطر الاسماء؟ بالنسبه لي الابن اللي هو سميتو امير دايرين ليه دايرين سمير، وهي الاسم ديالها ماشي هو هذاك الاسم العائلي، ماشي هو هذاك. اذا التوقيعات ديال القنصليه ما غير مؤشر عليها، ما كاين والو، وحتى السلطات المغربيه السفاره دو السفاره ديال المغرب اللي تما السفاره ديال المغرب ما عندهاش العين بهذه الواقعه، وحتى السفاره ديال الارض ديال لان عندها جنسيه بلجيكيه، لان احنا ما عارفينش اش خرجت من بلجيكا ولا ما خرجتش كاع، لان على بناء على الاقوال ديالو اللي قال لهم. اذا ما يمكنش ننتقوا في هذا الملف كله مفبرك، ما يمكنش ننتقوا فيه نهائيا. ومره مدخلين حتى الامارات الدوله ديال الامارات، مره مدخلين حتى اسرائيل، وما يمكنش هادشي كله. يعني كاين واحد العصابه اجراميه خطيره اللي خاصنا نوصلوا ليها، ولكن غنوصلوا ليها دقه دقه وغنوصلوا للحقيقه، لان احنا ملي درسنا الملف مزيان عرفنا فيه خروقات خطيره جدا اللي المغرب بالنسبه ليه راه ما مدفوناش ديك السيده، لدرجه ان والدها ما شطوش عليها في الحاله المدنيه، لان ما كانش عندهم شهاده الدفن ديال المغرب، هو جايب لهم شهاده الدفن ديال الاردن، وبناوا على هذاك الدفن ديال الاردن على اساس تدفن ثلاث سيدي بالنور. كيفاش واش المغرب ما عندوش مسؤولين ديالو؟ واش المغرب هنا فيه الفوضى؟ اللي جاي يدفن شي واحد دفنه؟ بالعكس كان خاصو يتعلموا السلطات المغربيه وديك تلقص ديال من المطار خاصو يوقع شي واحد من الافراد ديالهم ويعينوها، ضروري يعينوها. ما يمكنش تجيب صندوق حنا ما عرفناش الصندوق اش فيه، واش قهوي، واش فيه سلاح ولا فيه مخدرات ولا ما عرفناش اش كاين. اللي فهمته استاذه هو الاردن ياك كتدفن يعني عندنا في المغرب في ثلاث سيدي بالنور المغاربه. هي هذه ما يمكنش، خاص لدرجة أن ما يمكنش لهم دابا ياخذوا شهادة الدفن، لأنهم هما دفنوا على حسب شهادة الدفن ديال الأردن، والأردن هي اللي مقررة لينا ندفنوها فيه. لا يعقل احنا مغرب عندنا السيادة ديالنا، عندنا احنا مؤسسات ديالنا، راه احنا مسؤولين لأي مغربية وأي مغرب تقاس،
لان ما يمكنش حتى بالنسبه لي عندها جنسيه عندها جنسيه بلجيكيه حتى السلطات البلجيكيه كنا راسلناهم باش يجاوبونا واش خرجات من بلجيكا ولا دخلت بلجيكا غادي يوافيونا بجميع المعطيات تفاشلنا معاهم وبالنسبه للابن الابن اللي هو تا هو قال لك راه دفنوه تما في الاردن ولكن احنا ما عارفينش هذا خاصنا حتى نديروا استخراج هاد الجثه اللي قال لك دفنوها هنا في سيدي بن نور راه طلبنا من السيد الوكيل العام لان تبركه هي ربما تكون قتل بتبركه على اساس حادثه سير مع التمسنا اجراء سميتو استخراج الجثه اجراء خبره جينيه على واش هي ولا ماشي هي واش كاع ما كاين شي حاجه اخرى ولا ما لان احنا عندنا شكوك خطره في هذا الموضوع لان ما يمكنش نثقوا بهذا يعني استاذ انتم دابا درتوا شكايه للسيد الوكيل العام من اجل البحث حاله ميت على التحقيق قصد اخراج الجثه اللي كيقولوا جثه باش نعرفوا واش كاين تما لان احنا ما عارفينش حد ساعه والديه ما عارفينش لدرجه انهم باقي ما قشطوش على الحاله المدنيه اذا بالنسبه للسلطات المغربيه والسلطات البلجيكيه حتى هو لان البلجيكيه خاص بلجيكا خاصها تعلم انا كنظن بان هاد المختفيه هاد البنت اللي اسماء كنظن بانه حس عنده واحد لاسيرونس في لان ربما بغى باش ياخذ ديك لاسيرونس لان مباشره بعد ما صات الجثه اللي على اساس انها الجثه الوهميه صات مشى جاب مرة تزوج بها من الاردن واللي نجب معها ولد دابا ومع العلم ان بلاتي بجوج نهار اتصلوا به اتصلوا باش يسولوا موقع الاموال كيفاش ما شاء الله ما سعد الابن الصغير وما هما كانوا جوج بنات معاه والام ديالو هو ما وقع ليه والو من ما كان وقع ليه والو النهار الاول تباشروا معاهم عن طريق الواتساب ما فيهم حتى شي حاجه مشيت درتي لهم واحد فاصله درتي لهم بحال القبص وجلستيهم وصورتي معاهم البنات مدمرين لدرجه ان ما كيخليو حتى واحد من العائله ديالهم اللي في بلجيكا هي الاخت ديالها كيقول لها الا مشيتي بلغتي السلطات راه غنجري عليك من بلجيكا وكيهدد خالتها تما والدريه سمع النتات دابا لدرجه ان شفتهم في التصويره لانهم حيت عارفين بان ما كايناش وقعت هنا كيطرح عندي سؤال كذلك هو فيما يخص على حساب الكلام ديالو حادثه سير كاين مجموعه من الاجراءات ومن المكونات في الملف خاصها تكون الا كانت هاد السيده ما دارتش حادثه سير مع سياره مثلا ولا مع شخص نديرو دارت كما شفنا مع مثلا مع الحائط ولا مع ولا مع ولا ولا, ولا انه طاحت بها مثلا السياره في شي مكان خالي ولا شي حاجه اللي وقعت الواقع هناك خص يكون واحد الخبره محضر مرفوق بالصور معايا يكون عندنا كوستاتور اللي كيعطينا معاينه للمكان هادشي كله ما كاينش في الوثائق هادشي ما كاينش ومعلوم خاصو ضروري يسطي محضر ديال الضابطه القضائيه لان ما عندهم ما غايديروا الضابطه القضائيه اكسيدون شي واحد دار اكسيدون راه ضروري يدير محضر ديال حادثه السير يعطوكم ورقه تاع الدفن فيها الاردن قال لك اودي دفنوها حتى شي محضر ديال السير وخاصه كان شي محضر ديال السير راه خاصهم يديروا لي عدد الموتى والورثه لان طلبوها منهم باش ياخذ هو باش يتابعوا هما ديك الحادثه السير لان كاينه شركه مين غياخذوا تعويضات غيديروا عدد الموتى والورثه حتى بالنسبه للاباء ديالها راه غادي ياخذوا تعويضات ديالهم وبالنسبه للبنات اللي كاينين اللي باقيين حيين بالنسبه حتى الابن اللي الاخ ديالهم مع العلم ان البنات راه مدمرات بانوا لينا لدرجه ان ما خلاهمش يتواصلوا مع حتى شي حد ما كيخلوهم يتكلموا مع حتى شي حد الا ان واحد المره كتعاود البنت اللي باقا عنده تخبات على ليه بواحد الخوف شديد لان معنفه قالت الخاله ديالها لان هاد الاب ديالي تيدير لينا المخدرات في الملابس ديالنا كوكايين وتيدوزنا اذا هاد الشخص خطير جدا هاد الشخص احنا بالنسبه لينا ضروري غنتامسوا السلطات البلجيكيه باش صندوق اشنو فيه والسلطات البلجيكيه تسلم هذوك الدريات اللي هما معنفات دابا وخاصه نعرفوا حتى ذاك الابن الصغير واش وقع ليه واش مقتول ولا ما مقتولش ولا هو كيلعب في الاردن لان احنا بالنسبه لينا السيده اسماء راه باقا حيه بالنسبه للوالده ما قدروش يتقبلوها
لان هنا ما كاين ما يمكنش ما كاينش قانون. واش حنا ما عندناش دوله ديال القانون؟ راه حنا عندنا راه ماشي اردنيين ولا هي بلجيكيه، راه هي مغربيه واخا عندها الجنسيه ولكن حنا عندنا بالنسبه للمغرب راه هي باقا حيه لان ما كاينش ما يفيد. هنا واحد السؤال اخر استاذ، كنت شفتو معاك انك مجموعه من المعلومات درجتيهم في الشكايه مؤخرا، ولا كيهددهم انه الا عندها شي ورث ولا عندها شي منزل هنا تيقول لهم داكشي كله خصو يرجع ليا انا بسميتي. هذاك هو الاسباب بالتهديد، هذاك هو الاسباب يجعلو قال بان اسماء وولدها ماتوا في الحادثه ديال السير، لان السيد على ما كيقولوا لي فايت مجوج وناكر واحد الولاد اخرين، لان السيد ما عندوش كبد على الدراري ولا على المراه ولا على هذا السيد اللي بحال نصاب هذا بان كيبتز عيالات وهذا، لان الغرض منه هي ياخذ التامين ديال العار ديال الفيلا اللي عندها هي، وغيكون واحد المبلغ مهم، لان حتى لدرجه ان قال لك ولات عنده وضعيه حسنه من بعد الموت ديال اللي كيقولوا مات، ولا كيعيش في الرفاهيه، يعني انه دار اما ارتكب القتل في حق الزوجه ديالو، خاصنا يدلي لينا بما يفيد بان هذاك الولد تا هو مات، لانهم اللي دار الخطه ما دارهاش مزيان، لان خاصو كان يدير، لان شكون اللي مات الاول؟ حس خاص هادشي يتحدث عن طبيب شرعي، لا غيقول لك شكون الاول، لان هذه المساله كيشوفوها بدقه، طبيب كيديرها بدقه باش يعرف شكون اللي غادي يورث، لانه هو حيد الدري على اساس بان الام ماتت قبل من الدري غيورث الدري، هذاك الدري هو اللي غيورث هو كل شيء. سمعتي هادشي داروا ولكن ما تقنوش. لا هو حتى واحد الجمله قلتي لي في الاول، قلتي لي عمرني في حياتي ما شفت بحال هذا الميلف. عمرني انا غادي نقول لك وشاطرك الراي، لانه عمرني ما سمعت ورقه تاع الدفن ديال الاردن عندنا هنا نوع جديده. ما فهمتش. غادي نشوف واحد السؤال اخير استاذه في الموضوع مع الاخت، واش عمر العائله ديالكم في هذه المراحل كلها ملي جات الجثه واش ما عمركم وقعتوا شي وثيقه من شي مسؤول؟ ولا جا عندكم شي خبير ولا طبيب ولا اي مسؤول امني ولا كما كان وقعتوا شي ورقه بانكم تسلمتوا؟ لا، من بعد الدفن حتى شي حد ما لا من قبل ولا من بعد حتى شي واحد ما تكلف، ولحد الان حتى شي واحد ما وقع على شي وثيقه. وحتى في العائله عندكم والاب والزوج ديالك وداك حتى شي واحد ما رد البال الاطار القانوني؟ ما كانش شي واحد سولته واستفسرته ينبهكم باش تبعوا المسطره؟ هو بحكم تيقول ان هاد الشركه مكلفه بكل شيء، يعني حتى لومبيلونسي مكلف بكل شيء، يعني هما كيوقعوا كيقادوا الامور، يعني حتى شي واحد ما شك. شكرا لك مشاهدينا الكرام. سؤال جوهري كذلك في الموضوع، لانه ملف غريب وشيق ابعاد ديالو ما فهمتهاش. هاد الشركه استاذ اللي كتقول الاطار القانوني ديالها في التتبع مع المؤسسات ديال الدوله، واش هل اللي جاب شي حاجه في الصندوق يدي يدفنها؟ شنو المسطره اللي خصها تكون؟ عندنا دوله ديالنا السياده ديالها والقوانين ديالها خاصها تحترم، لا يعقل بان الشركه غدير مع امبيلونسي، خاصها دير اللي عنده الصفه، اللي عنده الصفه هما اولياء الامر مواليدها وخوتها، الاب ديالها باراليزي من ديك الساعه لدابا اللي دمر عائله كلها اللي ما كيمكنش ينعسوا من 2019 لدابا، لان جميع لانهم ما عارفينش وما عادش طالب. اذا سمحتي لي يا استاذ، كانت صدمه، نعم، ما يمكنش يقلبوا. انا بغيت نمشي معك الاطار القانوني فيما يخص الابحاث اللي انت بطبيعه الحال غادي تطلبيها للسيد الوكيل العام، كذلك في المطار كيفاش جات الجثه؟ واش دار شي محضر؟ يعني عند الامن اللي كاينين تما ولا الدرك ولا اللي هما اللي عارفين التخصصات بطبيعه الحال في مثل هذه الوقائع ديال الجثه جات من دوله اخرى وغادي تدفن، يعني هذا المطار شنو جوج لا معلوم غادي نديرو ضروري غنمشي يكون الفرقه الوطنيه غتخرج وغتشوف واش خرجت من المطار هذه الجثه ولا لا، هذا طبيعه الحال غيعطيو جميع المعطيات الا كان هذاك السيد من هنا جاب ذاك الصندوق، لان ما كايناش الثقه ذاك الامبيلونسي كاين احتمال يشري صندوق وعمره بالحجر ويقدر يعطيه على اساس جثه، يمكن هذيك الشركه دايره تواصل مع ماشي شركه وهميه ديال الاجرام، هذا الملف راه باين بان فيه اجرام خطير وراه خاصنا نداركوا هذا الملف، لان ما يمكنش حنا تعود سلطات اجنبيه تحكم فينا، لان حنا هذه البنت راه مغربيه وحنا ما يمكنش عرق واحد شعره منها وحده غنسمحوا فيها، لان خاصة ضروري غنوصلوا الحقيقة، لان الحقيقة خاصة تبان، ما نبقاوش نضلوا في العدالة، لان هذا الشيء هو دار باش يضلل العدالة بواحد الطريقة اللي هي
اش نقول لك وقله سحريه ولا ما. كيفاش هادشي غريب هادشي ما قدروش لدرجه ان ما عندهمش حق دابا يجيبوا شهاده الدفن. واش نتحداهم لكانوا يجيبوا شهاده الدفن؟ عندهم شهاده الدفن ديال الاردن. دابا الحاله المدنيه عندهم هما عندنا واحد الجانب فيها تيكون شي واحد يتوفى كتكتب بانه توفى. دابا هما ما عندهمش الاطار. ما عندهمش حق يشطوا عليها في الحاله المدنيه. ما عندهمش شهاده الدفن ديال المغرب. لان خاصهم يمشيو يطلبوا من السلطات شهاده الدفن. باش يشطوا عليها يديروا عدد موتى والورثه باش يديروا عدد موتى خاصهم يشطوا عليها. دابا هما خاصهم يطالبوا حتى بالنسبه للابن ديال بنتهم. راه ماشي غير بالنسبه للبنت. البنت بنتهم حتى بالنسبه للابن. واش مات؟ واش حطوا في شي بلاصه؟ لان هذا السيد بان لي ما عندوش كبده. ما يمكنش مشى مرة ما عرفتش دار بها وكيفاش ما عرفتش حنا حتى اش خرجت من السلطه من بلجيكا ولا ما خرجتش. دابا رصدتنا اساليات السلطات البلجيكيه باش تعلم ترجع لنا جواب. حنا دابا باقيين ما عارفين والو. اولا اول حاجه رصدتنا راه يجاوبوا لنا السلطات البلجيكيه. حنا اول حاجه هي استخراج ديك الجثه ونديروا عليها التشريح ونعرفوا واش هي ولا ماشي هي. وربما انا عندي في الغالب الحويجه ما كاينش كاع جثه تما يمكن شي حاجه اخرى. استاذه شكرا لك. هذا ملف يعني لازال فيه تطورات. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا علامة استفهام في هذا الملف كما قلت في السابق موضوع يتلائم او يتقارب اذا صح التعبير مع الملف ديال المختفي تامي بناني. اسماء واش هي حيه ولا ميته؟ هذا هو السؤال. مجموعه من الاجراءات فيها علامة استفهام. طريقه ديال كيفاش جات المطار كيفاش داوها. القرية بسيطة جدا نواحي جديدة من أجل الدفن بدون وثائق اللي غيتسلمهم العائلة بدون محضر بدون تتبع المؤسسات المتخصصة في المجال وهذا شق قانوني محض. هناك مسطرة في هذا الإطار. ما هي الطرق التي تم اتباعها من أجل دفن أسماء؟ مشاهدينا الكرام الموضوع حاليا بيد السيد الوكيل العام بعد أن تقدمت الأستاذة المحامية بهاء الدار البيضاء زين بخيار من أجل تعميق البحث أكثر في الموضوع لأنه العائلة والأم والأب والوضع الاجتماعي والإنساني ما اقتنعوش. والأكثر من ذلك هو الزوج موضوع النقاش اللي هو أردني يميل إلى طرق جد ملتوية فيها تهديد فيها من أجل الوصول إلى أمور مادية كانت في ملكية الزوجة. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص كل من له صلة بهذا الملف من حتى نصل أكثر إلى تنوير الرأي العام في الموضوع وتبيان الحقيقة. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.